سلام البنات، هذا النهار انا بغيت نبارطاجي معكم الخبز اللي كندير ديال الفطور ديال الصباح، وسيرتو بالخميره البلديه وبلا فارين. هذه هي اللي كنشري بيو، فارين سومي كومبليت، يعني فارين دو بلي افيك لي غران اوسي، كندير دي غران والملحه، وكنديرو في هذا المول، هذا المول الطويل، و فريمون كيجي عجيب، سيرتو هو الفطور ديال الصباح. غادي المهم غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنخدمو. الطريقه سهله، انني وضعت هنايا واحد الكميه ديال لافارين اللي بغيتو ديروها، باغ اكزومبل نقول واحد زلافه على حسب المول اللي غادي ديروه. من بعد غادي نضيف ليها الخميره البلديه، كما كتشوفوا هنايا درت الخميره البلديه، غادي نزيد شويه الملحه، وغادي نزيد كما كتشوفوا هنايا، ومن بعد غادي نضيف الماء، وغادي نحرك غير هذه ديال لوبوا، من الاحسن يكون هذه المعلقه ديال الخشب. ومن بعد غادي نبارطاجي معكم كيفاش فريمون كنخدم انا الخميره البلديه، راه فريمون كتطلب واحد الوقت باش انها تخمر، غادي واش 3 ايام 3-4 جوغ بيتيتغ ميم بلوس الا كان الجو فريمون بارد. المهم كما كتشوفوا على هذه الطريقه كنبقى نحرك حتى كنمزج الخليط مزيان، لان هي كتجي بحال شي شويه مطلوقه. انا غادي نوريكم في النهايه كيفاش غادي نخدمها. من بعد ما حركتها مزيان كما كتشوفوا على هذه الطريقه، لان خصها تبقى شويه مطلوقه، راه ما كتحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه، يعني فريمون غير كتخلطي الخليط مزيان مع الماء، حتى كتخلطي كل شيء يعني مزيان، حتى كيوقع واحد المزج بلا دليك بلا حتى شي حاجه. ومن بعد كديريها في المول اللي من بعد كتفرشيه داك الورق باش ما تلصقش، وسي فري كتطلب ليله كامله. باغ اكزومبل بنادم ما غيفطر بها الغدا اللي في الصباح، يعني خصك من الاحسن توجديها في 5 أو 6 العشيه او في الليل باش كتصبح خامره، يعني ما كنضيفوا فيها حتى شي حاجه لا خميره لا والو. ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي الشكل النهائي. بون كما كتشوفوا على هذه الطريقه، كنبقى كندير ليدي هكا غير باش نسرح مزيان العجينه في المول، ونخليه يخمر ليله كامله. ها نتوما كما كتشوفوا البنات، انا درت له لي غران من الفوق، كديري غير شويه ديال الماء هكذا بيديك باش دوك لي غران كيقدو يلصقوا، ومن بعد كنخليه كنغطيه بالفيلم اليمونتير بلاستيك باش يخمر يعني بسرعه، ومن بعد كنغطيه كنحتفظ به بواحد المكان دافئ حتى لو لوندما حتى الغدا ان شاء الله، وكنديرو في الفوق باش كيطيب ان شاء الله، وغادي نوريكم كيفاش ان شاء الله. انا رجعت معكم البنات باش نقول لكم ان العجينه ديالي خمرات، وانا دابا غادي نديرها في الفوغ. هي شويه لصقت ليا في داك لو فيلم اليمونتير باسكو طلعت بزاف، وبغيت نقول لكم انها بصراحه الله ما طلبتليش بزاف ديال الوقت، نقول واحد 6 ساعات باش خمرت او اقل، باسكو كانت عندي الخميره فريمون الخميره البلديه خامره مزيان مزيان. وغادي ندير هذا في الفوغ، من بعد نوريكم كيفاش الشكل النهائي. وها انا رجعت لكم دابا بالخبز ديالي، ها هو وجد كما كتشوفوا على هاد الطريقه، يلا خرجته من الفوغ، ونتمنى ان شاء الله تجربوه، ولا جربتوه راه غادي يعجبكم. وراه غير بالخميره البلديه بصراحه، ما كاين لا خميره اخرى يعني الكيماويه لا حتى شي حاجه، يعني حاجه طبيعيه، لا فارين بيو دقيق يعني كامل افيك لي غران، كلشي يعني كلشي هو هذاك بيو 100%. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. والخميره البلديه ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش انا كنخمرها في الفيديو القادم ان شاء الله. يلا خليتكم على بركه الله، السلام عليكم.